إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر والأناضول والروميلي وقرمان الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب والعجم وبلاد المجر والقيصر وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر. ولله الحمد والله أكبر. أنا السلطان سليمان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد إلى فرانسيس ملك ولاية فرنسا. وبعد وصل إلى أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه مع تابعكم فرانك بان، وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلادكم وأنكم الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم.